إلى ضيفنا دكتور يونس أبو أيوب، وهو محاضر زائر في العلوم السياسية في جامعة نيو إنجلند. بداية دكتور، لربما السؤال الأكثر تقليدية اليوم، لكن حتى الآن لربما لا يوجد يعني جواب منطقي عليه، من أقوى، القانون الدولي أو قرارات الولايات المتحدة الأمريكية؟ شكرا أول على الاستضافة. سؤال مباشر ووجيه ويستحق ردا مباشرا. مع الأسف نحن نعيش في عالم يسود فيه قانون القوة أكثر من قوة القانون، والنظام العالمي الحالي الذي ربما يحتضر حاليا هو نتيجة موازين قوى أنتجتها الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد التسعينات، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعادلة التي كانت قائمة على ايديولوجيتين متنافستين، أضحت الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى دولة في العالم، وبالتالي سلطتها وكلمتها تعلو فوق القانون الدولي مع الأسف. يعني دكتور يونس، اليوم كل النداء والتوجه اليوم للقانون الدولي هو ليس من مصلحة على الأقل لنقول الفلسطينيين، ولن ينصفهم بكل الأحوال. فإذا يعني هل تعتقد بأن كل المحاولات لدق أبواب الأمم المتحدة لربما أو المؤسسات التي من الممكن يعني أن تردع إسرائيل هي محاولات بائسة، وعلينا التوجه لنرى بديلا آخر؟ هو المشكلة ليست الاختيار بين هذا أو ذاك. أنا أقول ربما علينا أو على الفلسطينيين أن يقوموا بكل ما لديهم من وسائل لتحرير أرضهم وإثبات وإعمال حقوقهم. وأظن أن القانون الدولي على الرغم من أنه لم يعطي الحق للفلسطيني، كما أنه لم يعطي الحق لكثير من الدول الضعيفة أو الأطراف الضعيفة في هذا العالم، يبقى هذا القانون مهما جدا، لأن عدم وجوده يجعل من العالم أسوأ بكثير من وجوده حاليا. مثل منظمة الأمم المتحدة، على الرغم من ضعفها ومساوئها والانتقادات التي هي على حق، كثير من الدول، كثير من الناس يرونها أنها فشلت في إحقاق الحق، تبقى أن عدم وجود هذه المؤسسات وعدم وجود قانون دولي يحكم العلاقات بين الدول سيكون أسوأ بكثير، وسنكون في فعل القانون الغالب. الآن القانون الدولي الذي نتحدث عنه الآن هو من أعطى الحق لكل الشعوب المضطهدة أن تقاوم، فهذا حق من حقوق المعترف بها في القانون الدولي. الآن مع الأسف كما قلت سابقا أن هناك عدم انعدام توازن ما بين القوة التي توجد في يد بعض البلدان الكبرى وقوة القانون، وكل ما يقوم به النظام العالمي لغاية الآن هو محاولة إنشاء عالم تسوده قوة القانون، لكن مع الأسف علينا أن نعترف أن فشلنا في هذا. نعم، يعني اليوم إن لم تتوجه دول بعينها إلى محكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، هل من الممكن أن يكون البديل هو الفضاء المدني أو الفضاء الشعبي؟ هل نستطيع يعني كجماعات أو كشعوب التوجه إلى هذه المحاكم؟ مع الأسف القانون الدولي ما يتعلق باتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية تعطي صلاحيات مثلا لمجلس الأمن أو دول أن تقدم شكوى إلى المحكمة، وهنا ندخل في الإطار الدبلوماسي والإطار القانوني. وما دام هناك سلطة معترف بها دوليا هي السلطة الفلسطينية، فعلى عاتق هذه السلطة أن تقوم بذلك، خاصة وأن اتفاقية روما تشير إلى أو تقوم على أربع أسس أساسية فيما يتعلق بالجرائم التي صنفتها، وهي جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة الاعتداء. وبالتالي ما نراه اليوم في غزة تقريبا ينطبق عليه كل هذه التصنيفات الأربع. يبقى الآن من يقوم بتقديم هذه الشكوى إلى المحكمة، وأظن أن على السلطة الفلسطينية أن تقوم بذلك، وهذا دورها الآن في هذا الإطار، لأن لا أتوقع أن المجلس الأمن سيكون على اتفاق بين الدول الخمس الكبرى أن يتم تقديم هذه الشكوى إلى المحكمة الجنائية. نعم، والسلطة الفلسطينية بالتحديد يعني ليست بالضرورة أي بلدة أخرى، لنفترض يعني ضمن هذه المنطقة أو حتى واحدة من الدول العظمى على سبيل المثال، ما إن كان هناك ضغط على روسيا أو على الصين.
عفوا لم اسمع. يعني بالضرورة ان تقدمها السلطة الفلسطينية ولا يوجد من ينوب عنها. لا، قد مثلا هناك ما يسمى باليونيفرسال جوريزدكشن عند بعض الدول، مثلا سويسرا من بين هذه الدول، فرنسا ايضا، بامكان جمعيات معينة وكان أيضا دول غير طرف في هذا النزاع أن تتقدم بذلك. نعم، بالضرورة أن تكون غير طرف. نعم، لكن مش بالضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية. لا نعم. هل يعني من خلال قراءتك أيضا دكتور، هل نحن بالفعل كما يقول البعض أمام نكبة فلسطينية جديدة بكل معطياتها، ونتحدث عن أزمة نزوح ومن يمكن أن تكون أيضا أزمة تهجير خارج الأراضي الفلسطينية؟ والله هذا يعتمد على نظرتنا للتاريخ. هي من جهة هناك طبعا أمور سلبية تحصل الآن، وقد تكون طبعا حسب المخططات التي الآن تطفى على السطح أن إسرائيل لديها هذه النية في تهجير الفلسطينيين، لكن يمكن النظر أيضا إلى هذا الوضع بنظرة متفائلة أنها ربما بداية حركة تحرير كبيرة في فلسطين، لأننا لم نشهد أي عملية بهذا النوع وبهذه القدرة وهذا العزم على الصمود أمام المحتل من الشعب الفلسطيني من منذ فترة طويلة. وبالتالي على الرغم من مساوئ الوضع، على الرغم من الضحايا الكثر التي تسقط، وأننا على أمام مخطط لتهجير جزء كبير من الشعب الفلسطيني خارج أرض فلسطين، لكن يمكننا أيضا، وأنا من الناس الذين يرون الوجه المشرق لما يحصل، وهو أن هناك فعلا عزم وإصرار من طرف الشعب الفلسطيني على البقاء في أرضه والمقاومة، خاصة أن الفلسطينيين فهموا أنه لا يمكنهم الاعتماد على أنفسهم، خاصة بعد عمليات التطبيع التي بدأت تنتشر بشكل متزايد في العالم العربي. نعم دكتور، يعني من باب هذا التفاؤل لنسأل في السيناريو الذي يتساءل عنه البعض. يعني الجميع يقول ما إن كان هناك تدخل عسكري فبالتالي لربما قد تكون القوة العسكرية لإسرائيل أضعف بكثير يعني من قوة المقاومة في غزة، وأيضا هناك الحديث عن أن المقاومة يعني تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة، وقد يكون هناك تدخل أيضا من الجبهة الشمالية. ما إن حدث هذا السيناريو، هل تتوقع بأن شكل المنطقة كله سيتغير؟ ويبدو أن في رأيي أنا حسب تحليلي القرار ليس في يد المقاومة حاليا، على الرغم أن هي التي بادرت بهذه العملية. قرار توسيع هذه الحرب في يد نتنياهو وفي يد إسرائيل، ويبدو لأن استراتيجية نتنياهو هربا من مشاكله الداخلية، وأيضا لأنه رأى أن هناك فرصة تاريخية بالنسبة له وحياته السياسية الآن على وشك الانتهاء، فهو مستعد أن يذهب إلى أقصى مدى في هذه الحرب، وهو الذي ينوي أن تصبح هذه الحرب حربا إقليمية، لأنه يريد أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي في حرب للقضاء على إيران، وأظن هذا هو الهدف الأسمى وليس فقط موضوع حماس أو المقاومة الإسلامية في لبنان. لهذا نرى أن هناك نوع من التردد لدى حزب الله ولدى إيران في الدخول بشكل مباشر وكبير في هذه الحرب، وتبقى المعادلة الآن في جنوب لبنان هي الحفاظ على نوع من هذه المعادلة الردع بين القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله، لكن لا شيء يضمن أن هذه المعادلة قد تختل، خاصة لو كان هناك تدخل بري قوي في غزة سيجبر حزب الله على التدخل، وقد تتدحرج هذه الحركة إلى توسيع في مرحلة أخرى لكي تدخل ربما الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مباشر على لبنان مثلا أو بإنزال جنود، وهذا سيستدعي تدخل إيران. لكن بالنسبة لي هذه مرحلة ثالثة، المرحلة المقبلة لو أتت ستكون بدخول حزب الله بشكل أقوى في على الرغم من لكن ضمن قواعد الاشتباك. يعني لا طبعا، لكن حزب الله لا يود توسيع هذه الحرب، وأظن الولايات المتحدة أيضا مترددة في توسيعها. من يريد توسيع هذه الحرب لكي تكون حربا شاملة إقليمية هو نتنياهو خاصة. نعم، كل الشكر لك دكتور يونس أبو أيوب المحاضر الزائر في العلوم السياسية في جامعة نيو إنجلند، كنت معنا عبر الهاتف.